بس لازم امشي، قلت اسلم عليك، لازم اسلم عليك. تمشي دلوقتي يا سهى، عرفك بدالي هنا. اهلا وسهلا دالي. اهلا وسهلا. انا اسمك لحظه. سالي؟ ايوه سالي. امال ايه دالي انت؟ مين دالي؟ دالي دي تبقى انا. يعني ايه دالي تبقى انت؟ وايه موضوع الشركه اللي انت صاحبتها دي؟ مش فاهم حاجه. دي شركه مراد الجرح للمقاولات. انا اعرفه، ده راجل محترم جدا الله يرحمه. انا ابقى ارملته. الله، هو انت مش متجوزه؟ لا، ما انا ما فيش وقت اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكره لما جيت لك البيت اخر مره وكريم طردني؟ انا ساعتها ما زعلتش منك، بس انا من يوميها اخدت قرار اني ابعد عن الشر وفضلت اهرب منه لغايه ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى، انا بترجوكي ما تقوليش لحد على القصه دي. انا تعبت قوي قوي عشان ابقى اللي قدامك دلوقتي. تخافيش بجد، انا بحبك وانت عارفه ان انا بحبك من زمان. انت بالنسبه لي داليا من النهارده، مفيش سالي. اوكي مدام سهى، أنا عمري ما هنسى الحب اللي أنت حبيته لي، ولا هنسى الأيام دي. خلي بالك من نفسك. انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتثقي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تاخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى، انا شفت مين امبارح. مين؟ سالي اور سيرفنت، فاكرها؟ اللي انت طردتها دي. اكيد فاكرها. هي بقت شغاله عند راجل شفيه ولا ايه؟ شغاله ازاي بس؟ دي بقت مليونير. فاكر فؤاد الجاحي البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره. اتجوزها وكتب لها الشركة وبعدين مات. أنا مش فاهم حاجة. ولا أنا. بس she's changed، بقت حاجة تانية خالص. غريب قوي اللي أنت بتقوليه ده. قبل ما إحنا نسافر كانت متجوزة واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي، اتطلقت يعني، ما فيهاش حاجة. وبعدين I told you زمان she's very smart ومستنية فرصتها، وهي جت لها. I'm very happy for her. أنا ممكن آخد العربية؟ تاخد العربية؟ شو؟ بس أنا مش هتحرك لحد ما ترجع، أوكي؟ متأخرش. I trust you، ها؟ يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك. انا بحبك كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السودة اللي انت عملتيها، انا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار،
أنا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه إنه أي راجل تاني يدخل حياتي. أنت مش عارف أنا خايفة إزاي. حد يبقى عنده الشركة دي كل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق إنه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركة. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني؟ وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لأ. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليلة مع ابويا. هي كانت ليلة وكان جوزي، بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجة. انا كنت عامله نفسي قدامهم انه مش فارقه معايا وجامده ومش خايفه، بس انا كنت مرعوبه من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجه زي كده. انا غلطت ان انا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار انا بجد مرعوبه. بص يا دانيا، انت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إن كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه والشركة. أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي وتسند. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا، ثانية واحدة، أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايما خطوة متأخر. الأول مراد، ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا. وديني بقولها. وانا موافق. تحت أمرك لغاية لما تغيري رأيك. ولو ما غيرتش رأيي هتغيري. من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسة وتقعد في البيت. ايه ده، في فترة غيابي بقى دمك خفيف شيء عظيم. ميرسي. طيب طيب طيب، هزرنا والحمد لله على السلامة والحاجات دي كلها. لازم نسكور دلوقتي حالاً عشان أنا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس، تكلم حد نسكور مني. طب يلا، كلم عطو. لا عطو، لأ عطو ده كافر أصلاً. وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات 5000 جنيه، وأنا بصراحة مفلس. واعملوا حسابكم، اسكورت النهاردة هتبقى على حسابك، هتبقى على حساب الأستاذ. أنا ممكن أتكلم راشد خليه يعمل معاكوا كادو. أصلاً هو بين أصحاب قوي، واحتمال أقابله بالليل. راشد، فاكرين يا جماعة السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها؟ بقت مالتي مليونيرة. نعم. طبيعي. مالتي مليونيرة ازاي؟ طبيعي، انا قعدت مع راشد وهو بيديل شارلي بملايين، فطبيعي ان مراته تبقى مليونيرة. لا، ماما قابلتها في حفلة كبيرة وعرفت منها انها بقت صاحبة شركة عقارات كبيرة جدا ومتجوزة دلوقتي حد تاني غير راشد، هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ ماما القصة دي ما تشغلنيش خالص. انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور، يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياة دي كانت مملة قوي يا جماعة، انا كنت في ازمة كبيرة معاكم. الحمد لله انا خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده وابقوا ما تكلمنيش. باي باي.